هي محاولة فعلية لصناعة الأمل في السودان جراء هذه الظروف اللي يمكن يعني بسبب الفيضانات وسيول الأمطار صابت عدد من المناطق، وبالأمل نحيا ونعيش ويبقى دائما مبتدع، والخبر أكيد أن السودان يرجع أفضل من أول. بنتواصل مع كل مشاهدينا في كل مكان، وللمرأة حديث آخر مختلف دائما في النواحي الجمالية، بتسعى علينا هي تكون جميلة وتكون أنيقة وتكون بهية الطلة، وفي أشياء بسيطة في المنزل. إذا تحدثنا عن الجمال بأبسط الأشياء ممكن نقدر نصنع جماليات في حياتنا. تحديدا المرأة ممكن تقدر تحافظ على جمال بشرتها من خلال الطب البديل. داخل الاستوديو معنا دكتور هالة عبد الرحيم علي، اختصاصي الطب البديل. اهلا بك دكتور هالة، صباح الخير. اهلا لينا، صباح الخير عليك، صباح الخير على المشاهدين الكرام، وبقول لهم شفت المادة الهسة دي لدعم السيول والأمطار، يعني بجد مأساة، لكن زي ما قلت الأمل أكيد من الله وأكيد بينا إحنا، والغنية الهسة قتل حقوها. يعني أنا بقول إنه السامعيني الآن كلنا مع بعض نساعد كل الجهات المتضررة، ولو حاجة بسيطة عندهم حاجة كبيرة. نعم. فبجد حاجة يعني تأثر، لكن بنقول بتجي من الله، الحمد لله رب العالمين. بتحمل الوعد. الحمد لله. أكيد. الله يجزيك العافية. دكتورة هلا، حابين نتكلم عن واحدة من مشاكل التجميل. نعم. حل مشاكل التجميل تحديدا، وكيف احنا نحل مشاكل التجميل في المنزل؟ نعم. نتكلم عن حاجة في متناول اليد لكل امرأة تقدر تحل مشاكلها التجميلية في المنزل بدون ما تدفع مبالغ. نحن خصصنا الفقرة دي لأي زول أو أي وحدة امرأة يأسة محبطة جدا، ما عارفة تعمل شنو، زهجت من العلاج المتكرر والعلاج بتاع الصيدلية أو الدكاترة أو حتى الطب البديل مثلا، يعني الحالة بتاعتها مستحصية جدا. أنا الفقرة دي هخصصها لها، هي اللي هم الناس المصابين بالكلف. الكلف دي حالة مرضية وحالة مزعجة وحالة بتاع التوتر وقلق، لأنه هو طبعا بيشوه المرض. خلينا نقول حالة كثيرة موجودة، حالات كثيرة في السودان بالذات. هم طبعا ليه؟ لأنه إحنا دي البشرة بتاعتنا سمراء والشمس بتاعتنا كثيرة، فبتلقى هنا في السودان حالات بتاعت الكلف كثيرة شديد. وأنا متأكدة أي واحدة هنا بتسمعني عالجت ما عالجت، إذا كان العلاج حتى المنتج حتى الدواء التركيبة اللي أنت جبتيها هي مناسبة للعلاج بتاعك، طريقتك غلط في الاستخدام بالذات في الكلف ما حتلقي نتيجة. لأنه في كلف، الكلف طبعا يعني أنت عارفة أسبابه هو شنو، السبب الخلاه الكلف ده يجي هو شنو، تقضي على الأسباب حتى أنت ما هي طريقة الاستخدام. ما ممكن يكون السبب قاعد موجود وأنا بعمل في تركيبة أو في دواء ما حكون عملت حاجة. صح. نعم. فأنا بقول أول الأسباب والناس اللي ما عارفاها الشمس. طيب انت حتقولي لي نمشي ما نطلع يعني ولا نعمل شنو؟ لا، انا حقول لك اطلعي، لكن اعملي واقي بتاع الشمس، اعملي حمايه بتاعت الشمس. خلينا نقف حته الواقي شويه يا دكتور. نعم. هاله، يعني لانه سؤالي كان يعني كثير كلنا بنسال كلنا انه طيب الشمس، انا ما اطلع في الشمس معناه انا ظروف حياتي بتسمع يعني ما بتسمح لي اني اقعد في البيت. نعم. عايزه اطلع. نعم. اختيار الواقي بتاع الشمس. ايوه، انا كنت جايه للنقطه دي. ما حجيني واحده حتقول لي انه انا دي، طيب انا زهقت من انه انا اجيب منتج بتاع واقي بتاع الشمس. وفي انواع من الواقي بتاع الشمس بيخلي البشره دهنيه. صحيح. يعني انت يكون عندك كلف وعامله الواقي بتاع الشمس وعملتي دهون في الوش، يعني توتر ما بعد التوتر يعني دمار. ايوه. شوف انا حديهم والحاجه اللي انا بديهم دي حاجه، يا ريت انا كان بتكلم مع فقراتي فاتت، جهزوا دفتر وجهزوا قلم، حاجه ما في جهز طوالي. ماشي. فايوه من هنا فالخيار، الخيار تقطع الخيار حلقات تخط على المويه فتتخط على الثلاجه، يتعمل بالقطنه من الصباح وانت طالعه. الماده الموجوده في الخيار بتحافظ على البشره والخلايا، يعني الخيار يستخدم كمنظف، كمنظف ويغسل فورا. واذا عندك باودر ولا فاونديشن، ما بحب الباودر والفاونديشن، انا بحب انه البشره تكون على طبيعتها. بحب كده، لكن ما هو ما خلاص انت عايزه تغطي الكلف، لكن انا بقول انك انت تستخدمي الخيار، مويه الخيار، اذا زهقتي من الواقي بتاع الشمس
وكثره المنتجات يعني هو غير مختاره ما عارفه تعمل فيه نسبه واقي ايوه بصوره رهيبه وفيه العنصر بتاع الحديد اللي هو محتاج له البشره علشان يقاوم الجراثيم ويقاوم الشمس ويقاوم المؤثرات الخارجيه زي التراب. ما انت بتطلعي الشارع يعني طبعا مليان يعني. نعم فتستخدميه يوميا وتخطى على في الثلاجه لازم يكون بارد لانه هو طبيعي ما فيه اي ماده حافظه. ده بيغنيك على انك انت تستخدمي اي واقي بتاع شمس وسهل ومريح وانا متاكده انه ما في زول عارفه. ما في زول عارفه دي معناها. نعم. انا عايزه اقول للناس معناها ما بيقروش. نعم مجانيه. انا عايزه اساعد الناس. انت عايزه تساعد الناس لانه الناس زهقت وما عارفه تعمل شنو. بالضبط كده. طيب نعم. اذا كان هستخدم الخيار كمنظف هخليه في الثلاجه ويكون بارد المده اللي ممكن تكون يعني مده نقول مده انتهاء الخيار يعني انا اغيره كل كم؟ كل اسبوع. كل اسبوع انا اغيره. على فكره ده سؤال مهم شديد لانه الخيار فيه ماده ممكن ماده صبغيه بتقعد كثير وبتكون ثقيله كل ما نقصت المويه كل ما ازيده فترته 7 يوم. 7 يوم وهو اتخطى على الثلاجه. السؤال ده مهم شديد. 7 يوم ده بيغنيك على انك انت تستخدم اي واقي من يعني من الصيدليه او من الاسواق. جميل. هي في البيت احنا فقرتنا الان ان كيف تتعاملي في البيت مع بشرتك. أيوة طب كيف تحلي مشكلتك في المنزل. انا عندي منتجات كان ممكن اقول انا في منتجات تعالوا شيلوها تعالوا كده لكن انا الفقره خصصتها لانه احل كل المشاكل الناس ما بتقدر على تجي على هرشو او ما بتعرف هرشو في البيت في الثلاجه في المطبخ لما نجيب لك الخضار طلع مع اقتصاد الخيار هذا بقى غالي بقى غالي ما هو نعمل شنو في النهايه انت بتجيبيه يعني انت تستثمري الحته دي وتعالي طلعيها استفيدي منه يعني استفيدي منه انا دائما بقول لهم شنو استفيدوا من اي حاجه حتى احنا لما نعمل الطبيخ كنسوان لما نعمل الطبيخ الحاجات ما تترمي في حاجات مستفيد منها قشر الاسود مستفيد منه عندك قشر البرتقال الجرجير مستفيد منه قشر حاجات جميله وحلوه لكن في حاجه عايزه اقولها لك انه الناس مستهونين بالحاجه دي او ما مدين القيمه بتاعتها مع انها هي الفيتامين فيها عالي جدا العلاج فيه عالي جدا اكثر من وانا متاكده الناس زهقت من المستحضرات وبقت كثيره في ناس لها 20 سنه بتستخدم لها في كريم معين ومصدرات تجميل وعندها على المدى البعيد. في نقطه ثانيه مهمه اللي هي انا قلت قبل وانا حديهم علاج الكلف على فكره من البيت حديهم وانا عندي منتج لعلاج الكلف لكن انا حديهم من البيت وعلاج فعال جدا لكن انا عايزه عشان ما اكبر زيهم من هم يجيبوا التركيبه ويستخدموها والسبب ما قادرين السبب يزيله احنا قلنا الشمس ايوه نرجع لموضوع الشمس والواقي نعم في ثاني نقطه مهمه شديد وبرضه الناس ما عارفينها اول ما احنا كنسوان نكون قاعدين في المطبخ بنطبخ افتح الغطاء بتاع الحله بيطلع بخار البخار ده بيعمل كلف البخار بيعمل كلف البخار بتاع الغطاء بتاع الحله حار جدا على البشره ما تتحمل فبيعمل كلف دي من الاسباب اللي بتتعب البشره بتتعب الخلايا بتاعت متأكدة ما في زول عارف الكلام ده عشان كده انا بقول يا جماعه اهتموا بالفقرات التجميليه اللي هي المعالجه من البيت بصوره رهيبه جدا اهتمي بجمالك واهتمي بروحك لانك انت عاكسه مش عاكسه برا عاكسه في البيت انت بتحكسي البيت انت بتحكسي الراجل انت بتحكسي الاولاد انت بتحكسي نفسك اهتمي بالحته دي واهتمي طبيعي فالقطع بتاع الحله لما تجي انت هتقول لي ما حطبخ هتقول لي انا هعمل شنو عندك المويه بتاعت الخيار انا قلتها اجيبها لك اعملي مويه الخيار اعملي مويه الخيار حاجه انت قاعده في البيت يعني ما حتمشي الصيدليه او ما حتمشي برا تشتري مستحضر بتاعت احنا مش ضد الصيدليه ولا ضد الكريمات ولا ضد نتكلم عن الحاجات البسيطه نحن بنتكلم عن الحاجات البسيطه يعني احنا مع الكل ما عندنا مشكله عندك انك انت القدره او الوقت والماده عايز تمشي تجيبي اوكي في حاجات جميله في مستحضرات حلوه تحت اشراف الطبيب ممكن تاخديها ما قادره وصعوبة الحياه وضغط الحياه والفئات الضعيفه اللي ما قادره تشتري عندك الحاجات وانت بتعملي في الخضار وانت بتعملي في الفواكه طلعي بالجنبه وانت استخدمي حاجات انت ممكن ترميها لكن لا تعالي انت استفيدي منها عندك المويه بتاعت الخيار تستخدميها واطبخي عادي جدا وانت مرتاحه تاكدي تماما انك انت ما حتصابي بموضوع او السبب بتاع الكلف حينتهي طيب الحاجتين ديلا مهمات شديد لدرجه اذا انا قدرت عليهم وقاومتهم تاكدي تمام بشرتك نظيفه من الكلف الكلف دائما بيكون مع البشرات الدهنيه اكثر بصوره رهيبه وكبيره وفي الجبهه
وفي الحنك تحت وفي الخدود، مع البشرات الجافة بيكون ضعيف وملمسه ضعيف ومسامه أصلا ضعيف، عشان الناس تكون عارفة. وفي فرق بين التصبغات وفرق بين الكلف، يعني الوحدة اللي عندها كلف ما تجيب لها كريم بتاع تصبغات، كله بدربه، كله حاجة برا. نعم. طيب نجي للناس اللي هم حسي الآن مقلقين، طبعا في حاجة يا لينا، كون انك تجيك خدشه في بشرتك دي حاجه صعبه شديد، كبيره جدا جدا، فموش احنا بالذات يعني. في العنوان في الوش لا حاجه صعبه شديد يعني، باقي الجسم يمكن تقدر تتعاملي معاه، لكن الوش تبقى مشكلة. علشان كده انا بقول الوش لو باص بالكريمات الخاطئه اللي انت ما تقدري تقدري تعالجيها، دي مشكله كبيره. صحيح. عشان كده انا بقول الطبيب، اشراف الطبيب، ما قادر يتصل الى طبيب البيت، الثلاجة، المطبخ، حاجات في متناول اليد، عايزة منك حكمة، عايزة منك يعني تتبعي الخطوات اللي أنا بقولها، ورقة وقلم. الآن يعني مثلا هسه أنا قلت خيار، ما ينفع تجيبي اثنين ثلاثة، ما ينفع خيار واحد خلاص. طيب عندك علاج الكلف، بعد أنا عرفت الأسباب وخلاص يعني عايزة إنه أنا أهيي روحي إنه أنا انتهي من الاسباب اللي حقت الكلف، انا عاري الكلف كيف؟ انا حديهم وصفه عشان الزمن. الوصفه حاختصرها طبعا، لكن اختصارها مفيد ومريح للمشاهدين. هات الكركم وما تمشي تجيب لي الكركم، ايوه العادي ده، لكن ما تجيب لي الكركم بتاع في الجاهز ده او في العطار ده، لا انا عايزه كركم نبات يعني لسه ما انطحن. أيوة. زي العود بتاع القرفه والجنزبيل بنسخن. أيوة في البيت. ايوه طازج، عايزاه طازج بالمعنى، فاسحنيه انت في البيت لانه بيكون ده فيه مواد حافظه فيه حاجات، لا انا عايزاه طازه، فهاتيه واسحنيه انت، لونه بيختلف مما يكون برا او في العطار. فبعد ما سحنتيه هاتيه خطيه على ورق، والورقه لازم يكون فيها ومسح فيها زيت، الزيت ده اي نوع من الزيت يعني، ما شرط مثلا زيت الزيتون، زيت الذره، ما شرط النوع بتاع الزيت، بس الورقه اللي احنا قلنا فيها زيت عشان ما تحرق. حخدتها في درجه بتاعه 220 260 في الفرن. هتقول لي ما عندي خطه في البوتاجاز، هقول لك لا، لانه انا عايزه الكركم ده درجه بتاعت اللون بتاعته تكون يعني معينه، يعني ما درجة حراره معينه، الحراره زاد حراره مختلفه يعني. نعم، اذا بقى بني ما ينفع. اخذ المده اللي انا قلتها الان، طلع من الفرن، هاتي زيت اللوز المر. فهاتي الزيت وخطيه على في برطمان وضيفي عليه الكركم. هتقول لي الكركم مقاسه كم؟ هقول لك ما في مقاس، يعني ما في مقدار، ما بتلف يعني بسهوله. يعني اعمل لا مش فنجان او اثنين او ثلاثه، ما في مقدار. لخبطيهم مع بعض. على فكره دي وصفه ما بتلقوها نهائي ابدا، ده علاج انا مسؤوله منه، ده الكلف، علاج الخلايا جوا الكركم بالطريقه اللي احنا ذكرناها، بالطريقه اللي انا قلتها. طريقتك لو غلط ما حتحصل بنفس الطريقه اللي هي ذكرتها حاليا، والحلقه هتكون معاده، هتنزل على قناه اليوتيوب. نعم. يعني خليكم حريصين انكم تستفيدوا من 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 نعم. شلت الزيت بتاع اللوز المر واضفت على الكركم، وما انتهت الوصفه لسه، هجيب مويه حاره مغليه هحط عليها البرطمان علشان يتغلي في حمام مائي. يعني بعد ما دخلتها هحطها ثاني في حمام مائي. نعم، انتهت الحمام المائي، انتهى وبقى بارد، هشيلها استخدمها صباح ومساء واخدها على الثلاجه. اغسل الوش البش بصابون بينفع معايا الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، علشان كميه الجراثيم والاتربه الموجوده في البشره تنتهي، واستخدم الوصفه دي صباح ومساء. الوصفه دي رهيبه وجميله، وممكن تكرريها تكرريها يعني ممكن ثلاث مرات، ما في مشكله، ممكن تعملها صباح ومساء، ممكن تعملها ثلاث مرات. اول ما انتهت الوصفه تعيديها ثاني، لكن ثاني اكرر انه لازم الكركم يكون الدرجه بتاعته ما بنيه المحروقه، يعني درجه بتاعت انه هو يتسخن فقط. جميل. نعم. يعني حلول منزليه سهله في متناول الجميع، في متناول اليد، ويعني انا برجع بقول انها هي اقل ثمن يعني بالنسبه للناس اللي حابه. نعم. نعم. تستفيد. احنا قبل يعني اتكلمنا عن البشره واتكلمنا عن الواقي، واقي الحديد. نعم. بس في نقطه دارين نذكر بها او نذكرها. نعم. اللي هو كيف انا اختار الواقي شمس
بالنسبه لبشرتي، وكيف اعالج برضو البشره الدهنيه سريعا في المنزل؟ نعم، الواقي بتاع الشمس تحت اشراف الطبيب، تمشي انت الطبيب بتعرف على المختص يعني او لازم انا ممكن انا اكون عندي مثلا كلفة وتصبغات وهالات وبشره جافه وبشره دهنيه واشيل واقي معين؟ لا طبعا احنا ما بنذكر مستحضر معين. هو البشره جافه بيستخدم واقي شمس كريمي صح؟ نعم عشان يغذي. ايوه والبشره الدهنيه في واقي شمس العادي، كل شيء مخصص. ما في ما هو في ناس بيمشوا يشتروا يعني خلاص ما هو بس واقي شمس بدون معين. لا, لا لا البشره بتمرض، البشره لازم انا احترمها، لازم ان انا اغديرها، لازم ما هو في حاجه اذا انت لخبطتيها هي بتلخبطك. صحيح. ولما هي تلخبطك انت بتنتهي. صحيح. البشره الدهنيه في المنزل كيف ممكن اقدر اعالجها يعني؟ طيب البشره الدهنيه في ماسكات كثير جدا. اول حاجه هي بتعرق مسامات واسع عشان الناس تكون، بالنسبه للمراهقين، بالنسبه للرجال والنساء في الفتره دي تكون الحبوب هايجه جدا. وعلى فكره حتى الرجال بيتعقدوا من الحته دي، تلقى انه فتره المراهقه الحبوب كثير شديد، البشره يعني بتحسبها ان فيها تلوث اكثر، حتى لون بني، حتى الناس اللي بشرتهم فاتحه تلقين هي مايله للون البني لان هي بشره دهنيه بتفرز دهون ثقيله جدا. غسيل البشره بصوره مستمره بصابون طبي تحت اشراف الطبيب، وفي صوابين معروفه طبيه ممكن الواحد براوي يجيبها ما فيها مشكله. اما بالنسبه للمستحضر بتاع برا اللي هو برا المنزل، علاج برا المنزل تحت اشراف الطبيب، احنا بنعمم الموضوع يعني. لكن العلاج في المنزل للجنسين، سواء كنت مرأة أو رجل أو كانوا راجل، فممكن يجيب الخميرة. فأنا بتخوف من الخميرة. أي يقول لك لا 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 بتفور لي الوش. لا 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 لا, لا ما في كلام زي ده. الخميرة مستحضر فيه كولاجين بنظف البشرة بطريقة رهيبة، محفز للبشرة، منشط للخلايا يعني صح؟ كماسك. لكن البشرة الدهنية الماسك أنا بقوله ده خميرة يضاف عليها زيت زيتون ويضاف عليها الدقيق بتاعنا العادي ده، يستخدم كدلك أو عرق. عرق. نعم عرق بيه. في ناس تخوف من زيت الزيتون باعتبار انه هي البشرة الدهنية هديها زيت، لما انت حتستخدميه كلها 10 دقائق او اقل اغسلها بالصابون زيت الزيتون. نعم لازم، مهم. زيت الزيتون مغذي للبشره، ما هو الطريقه الخاطئه. شوف في زيوت ما بتنفع مع البشره نهائيا، في زيوت بتنفع بطريقه معينه. ما في الكون منظم، الحياه منظمه، خلي حياتك كلها في بشرتك، في اهتمامك، في سلوكياتك، في امورك اليوميه كلها منظمه، ما في حاجه ساكت. يعني ما اي زيت بجيبه انا بلخبط بخطه على البشره، ما اكيد ما حينفع معك، وما اي كريم وما اي صابونه. نعم، وزي ما قلت انه البشره بتمرض، يعني احنا نجي نتكلم مش احنا جايين هنا عشان نقول التجميل لا، ما هي موضوع طبي صحي، موضوع عشبي، موضوع انه انا عايزه يعني اظهر بمصر يكون يليق برا لما نقابل زول في الشغل، يا اخي حتى الجيران حتى الراجل في البيت لو انت عايله نفسك تقوم مرتاح نفسيا، زي ما قلتي حتى روحي نرتاح نفسيا. فالعلاج انه هو صحي اكثر من ان انا اكون يعني موضوع تجميل يعني. جميل، يعني في المنزل الحلول موجوده متكامله، يعني كل مره بنحاول احنا نرسل لحواء رسائل مهمه، رسائل تجميليه مهمه بالنسبه لها من داخل منزلها. أنا شاكرك كثير جدا دكتورة هالة عبد الرحيم علي، اختصاص الطب البديل على الله يديك العافية. هالة تسلمي، الله يخليك، ربنا يخلي البلاد ويحفظها من كل سوء، والحمد لله رب العالمين. شكرا جميلا أكيد لنا على اللقاء. أيضا شكرا لكل مشاهدينا في كل مكان، وانتهت حلقة اليوم من صباح الشروق. سعيدنا جدا مع كل المشاهد في كل مكان، أتمنى أن يكون هو كذلك كان سعيد واستفاد من هذه الحلقة. شكرا فريق العمل خلف الكواليس، وحتى جدا الملتقى في أمان الله وبعده عافية. نختم مشوارنا بأجمل الأهداف ريال مدريد في موسم 2019-2020 في أمان الله. مع السلامة.